استاذ علي ابو النجا المدير التنفيذي لنادي الزمالك السابق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا استاذ عبد الناصر، وبهنيك على القناه الجديده وعلى القناه التي تمتلكها وترؤسها سيده عظيمه. الله يخليك. عالميه تشرف الاعلام المصري. الله يخليك يا فندم. استاذ عبد الناصر، حتى لا اسمع منك احيانا ان هناك بعض الزملكاويه يقولوا انك انت بتهاجم الزمالك. لا يا استاذ عبد الناصر، زملكاويه مصر الحقيقيين يعلمون جيدا، وده يبقى كلام نهائي بعد اذن حضرتك، وانا زملكاوي من 50 سنه، انك تدافع عن حقوق نادي الزمالك وعن اعضاء نادي الزمالك وعن تاريخ نادي الزمالك قولا واحدا قاطعا. الكل عارف كده، اما الناس اللي بتتكلم وانت عارفها وانا عارفها، ده انا يمثل نادي الزمالك. دي نمره واحد. نمره اتنين يا عبد الناصر، انا شايفك يعني بتحدد كلام الناس اللي بتتكلم وتقول لهم ارجوكم ولو سمحتوا ما تتجاوزوش والى اخره، رغم ما حدش بيتجاوز. انما التجاوزات الحقيقيه لما تتهدد قناه اعلاميه، ولما تتهدد رئيسه قناه، ولما يتهدد اعلامي، ولما يتشتم رجال القضاء، ولما تتشتم الناس في الشوارع، ولما تتشتم الشخصيات العامه، ولما تشتم كل مختلف، هو ده التجاوز. انتوا بتشيموا التجاوز الحقيقي، وكل ما يجي واحد يتكلم لو سمحت ما تتجاوزش. لان حضرتك احنا يا استاذ عبد يا علي بيه، احنا ملتزمين بمساق العمل الاعلامي. فندم انت ما بتغلطوش، الراجل اللي كان بيكلمك ادي ده ما غلطش. وماله بس بذكره يا فندم بالمساق. ماشي يا استاذ عبد الناصر، اتفضل. انا دلوقتي يا استاذ عبد الناصر عايز حاجه. في يوم من الايام مدير مالي طلع من نادي الزمالك قال حقائق. انا مش هخش في التحيات اللي في النيابه، لان انا بحترم النيابه والقضاء المصري الشامخ، وعارف ان دي ناس لا تقبل الا الحق، وممنوع الكلام في تفاصيل التحقيقات. يعني عظيم، انما انا بس بتكلم عن واحد طلع على شاشات التلفزيون المصري وقال حقائق معينه، وعن نادي الزمالك اللي اصبح تركيبته الاجتماعيه بتضيع النادي وبتضيع تاريخه والى اخره، غير ما يحدث فيه من امور مش هخش فيها. اللي برجوه وارجو اللي هقوله دلوقتي ده يعني وهكرره اكتر من مره، الا يصبح هذا الشخص حاجز نفسي ومعنوي بين ثقه الشعب المصري وبين الدولة المصرية والبرلمان من ناحية أخرى. أرجو ألا يصبح هذا الشخص حاجز نفسي ومعنوي بين ثقة الشعب المصري وأجهزة الدولة والبرلمان. أرجو ألا يصبح هذا الشخص حاجز نفسي ومعنوي بين ثقة الشعب المصري وبين أجهزة الدولة والبرلمان. أشكرك على سعة صدرك. شكرا. وإن شاء الله ربنا ينصر حق ثقتنا مطلقة في القضاء، وسنظل نقول أنها دولة قانون إلى أن يطبق القانون الذي ينتظر الملايين في مصر في قضية أصبحت مسار حديث الشعب المصري كله. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا علي بيه أبو النجا. في ملحوظة بس بعد